ستايل بيه كوتش معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج، كانت جايه النهارده بتتكلم مديه سيشن، فكنا عايزين سيشن لايف كوتشنج، دي اظن حاجه جديده، فكنا عايزين نتكلم اكتر عنها. وحكي اتكلمتي عن ايه النهارده؟ اتكلمت عن الايموشنال انتليجنس اللي هو الذكاء العاطفي، عشان اهميته في ان الانسان يبقى ناجح في حياته العمليه والشخصيه. فتوبيك جديد يعني ذات وي انتروديوست مع الدكاتره. اوكي، ايه هو الذكاء العاطفي؟ الذكاء العاطفي هو قدرتنا على ان احنا يبقى عندنا وعي بمشاعرنا، وان احنا نتعامل مع مشاعرنا دي بطريقه سليمه، وفي نفس الوقت يبقى عندنا وعي بمشاعر اللي قدامي يعني الاخرين، اقدر اتخيل ممكن يكونوا حاسين بايه او محتاجين ايه، عشان برضو اتعامل معاهم بطريقه تخلي الريليشن شيب بتاعتنا او علاقتنا مع بعض كويسه. فلو كل واحد كان عنده الوعي ده ما بقاش مركز في نفسه بس، علاقاتنا كلها تبقى احسن، وانا مع نفسي هقدر احفز نفسي اكتر ان انا اتحرك لقدام. تمام. كنا ممكن لو كام نصيحه تنصحيها لنا او كيز ازاي يعني نستخدم صح ونظر صح الذكاء العاطفي؟ هو الذكاء العاطفي يتكون من 5 مهارات. اول مهاره هي السلف اويرنس، اول الانسان يبقى واعي بنفسه. واعي بنفسه بمعنى ايه؟ ان هو لما مثلا يبقى متضايق يبقى عارف بالظبط ايه اللي مضايقه، يعني يقدر يحط ليبلنج او يقول انا مثلا حزين، انا حاسس ان انا متعصب، انا حاسس ان انا مثلا متوتر. يعني مهم قوي ان احنا نعرف ننام الاحساس اللي عندنا ده او نديله اسم. تمام. عشان نعرف نتعامل معاه بطريقه صح. بس مش صح ان انا اقول ان انا متضايقه وخلاص او مش في المود وخلاص، لا، ضروري ان انا افهم انا حاسه بايه وايه السبب ورا الاحساسي ده، وليه انا مثلا في حاجات معينه بتريجر مي قوي، يعني اكن حد داس لي على زرار فباوفر رياكت. مهم قوي ان انا ابقى عارفه ايه اصل الموضوع وليه انا باوفر رياكت في الحته دي. مهم ان انا ابقى عارفه نقاط القوه والضعف اللي عندي، لانها برضو بتاثر على مشاعري في سيتويشنز مختلفه. وبعد كده احاول اخد فيدباك من الناس اللي حواليا، يعني ايه الحاجات اللي انا كويسه فيها، او ايه الامور اللي انا بتعامل بطريقه كويسه فيها، وايه الحاجات اللي ممكن اشتغلها على نفسي فيها. ده الجزء بتاع الوعي بالذات. الجزء الثاني هو فكره السيلف كنترول. لازم لما احس بمشاعر قوية قوي زيادة احاول ان انا ما اخليش مشاعري دي تخليني اعمل حاجة او اقول حاجة اندم عليها بعدين. فمهم قوي ان انا يبقى عندي سيلف كنترول، ده ان انا لما ابقى تحت وطأة شعور قوي جدا ان انا اباوز كده وما اتصرفش على طول او ما اندفعش في الكلام، وافكر كويس قوي انا عايز اقول ايه الاول قبل ما اقول. فده طبعا بيحافظ على العلاقات، وله علاقة برضو بان انا الى اي مدى يعني بعرف اتعامل بطريقه ما تضرنيش. الحاجه الثالثه سيلف موتيفيشن. مهم قوي ان انا ابقى عارفه ايه هي الجولز بتاعتي او ايه هي اهدافي في الحياه، وافضل ورا بحاول ان انا احقق الاهداف دي. ساعات بيبقى عندنا اهداف في الحياه ما فيش اي حد تاني طالبها مننا، زي مثلا ان انا مثلا اخس، او ان انا اعمل ماجستير، او whatever اللي انا عايز اعمله ده. لو ما فيش حد هو اللي طالب مني اعمل كده، عاده احنا بناجل ان احنا نشتغل على الحاجات اللي نفسنا فيها، ومش شرط دايما نبقى حاسين ان احنا عندنا الحافز ان احنا نكمل. فلازم نقعد نفكر نفسنا ان دي حاجه مهمه بالنسبه لنا واحنا كنا عايزينها قوي قوي، وما نسيبهاش كده اون ذا سايد. يعني لازم نسعى ان احنا نحقق كل الحاجات اللي احنا عايزين نعملها. يعني الحاجه الرابعه الامباثي، اللي هي التعاطف. التعاطف مش معناه ان حد يبقى صعبان عليا، التعاطف يبقى معناه ان انا ابقى عارفه احط نفسي في مكان اللي قدامي. فلو احنا بنتكلم في موضوع معين وعندنا وجهات نظر مختلفه، ده ما يخليش حد فينا صح او غلط، او حد فينا مثلا يقول للتاني لا انت مش فاهم، لا انت لا. يعني مهم ان انا اشوف انت اكيد بتكلميني من وجهه نظر معينه ممكن تكون سليمه، فلازم اعرف افتح مخي شويه واحاول افهم انت بتقولي ايه. يمكن وجهه نظرك تكون صح، ممكن ما تكونش صح، بس ده ما يقللش يعني الود، يعني فاهمه قصدي؟ فلازم افهميني كده. الحاجه الاخيره
هي السوشيال سكيل او الريليشن شيب مانجمنت، اللي هي الطريقه اللي انا بتعامل فيها مع الناس، او الذكاء الاجتماعي. ان انا اعرف اخد بالي انت مش بس بتقولي ايه، بس البودي لانجوج بتاعك بيقول ايه، عشان لو متضايقه اتعامل معاكي على هذا الاساس، اشوفك متضايقه من ايه، فيبقى عندي الاويرنس بتاع انت ممكن تكوني حاسه بايه، وفي نفس الوقت اميكس بقى انت حاسه بايه وانا حاسه بايه، ونبتدي ان نتواصل مع بعض بطريقه سليمه، ما يعني تبقى برودكتيف، ما فيهاش حد بيجي على حد، نتفاهم ونعرف نوصل لواتيفر الريزلت بتاع الكونفرسيشن. يعني سؤال اخير، يعني رايك ايه في المؤتمر السنه دي؟ وجهه جنرال، يعني هو اتس فيري امبرسيف. يعني جيت امبارح والنهارده ما شاء الله اعداد مهوله، وسيشنز التوبكس بتاعتها يعني اتس فيري ريتش بصراحه، يعني حاجه غنيه جدا، وحاجه جميله جدا ان انا اتعامل مع صفوه المجتمع، يعني ناس بتنقذ حياه كل يوم، يعني ف اتس ريل بليجر وانر، يعني شرف ليا ان انا اكون معاكي. انا شرف لينا ان حضرتك كنت معانا النهارده في المؤتمر ده، وميرسي جدا ليكي. شكرا جزيلا. ميرسي.